من استديوهاتنا في المملكة العربية السعودية، تلفزيون الآن يقدم الكوميدي شو، تقديم محمد السلطان، تمثيل طلال الشيخي، عبد الرحمن الشيخي، محمد بن رافعة، واسماعيل الحسن. والآن مع مقدم البرنامج محمد السلطان. أهلا فيكم في الكوميدي شو. موضوع حلقتنا اليوم هو الشهرة. حب الشهرة أصبح ظاهرة، أكثر من 75% من الأطفال كان ردهم إن يبغوا يصيروا مشهورين لما يكبروا حسب إحصائية أجريت في بريطانيا، وهذا شيء معناه خطير جدا. إنك تكون إنسان عادي اليوم ما يكفي حسب معايير المجتمع، لازم تكون مشهور، يعني الإنسان العادي صار مهدد بالانقراض زيه زي وحيد القرن. والشهرة أنواع، عندك مثلا نيوتن مشهور بعلمه وأبحاثه، مارادونا مشهور بموهبته الرياضية الفذة، أم كلثوم مشهورة بصوتها، كيم كارداشيان مشهورة بأنها يعني إحنا نعرف كيم كارداشيان يعني مشهورة ليه؟ مشهورة بموهبتين جدا عظيمة، حب الخير للناس وأعمالها الخيرية. وفي ناس تشير لأنها مبدعة بأكثر من شيء زي الفنان الكبير عبد الله بالخير، فهو مشهور بأنه مغني، ومو بس مغني كمان موديل، ومشهور بأنه مايكل جاكسون. لا تفهموني غلط، أنا ما أحب أهاجم المواهب، أنا بس عندي تحفظ لحب الشهرة، وكأن الإنسان العادي صار شيء غير مرغوب فيه. السلام عليكم. يا مرحبا. يعني أنت الحين تشجع المواهب؟ نعم. طب أبغاك تساعدني توصل موهبة حقي للناس. شايفني تاكسي عندك أنا قاعد أوصلها. لا أنا أقصد إنه نوصل الموهبة حقي الآن، يعني نوصلها لعندك في البرنامج. يعني قصدك الآن؟ أيوة أنا جاهز. أيوة إذا أنت جاهز أنا إيش دراني الجمهور جاهز ولا لا؟ بتخليني ولا لا؟ يلا تفضل قل لي إيش. طيب. إيش موهبتك؟ الموهبة الأولى البوكسينج. إيش؟ البوكسينج. البيت بوكس. الله. البيت بوكس. البيت بوكس. البيت بوكس. أعرف لها مرة. يلا قول لي. يا أبويا يا أبويا إيش الموهبة هذه كلها دول؟ إيش اللي تيه؟ يا تهين أنت هنا. هي كذا هي كذا الزفير مع النفير. إيش اللي الزفير مع النفير؟ لا غلط. إلا تنفر الناس قدامك. والله أعرف لها. والموهبة الثانية. إيه موهبة ثانية؟ موهبة ثانية؟ يعني أنت عندك موهبة ثالثة ورابعة وهكذا؟ ما شاء الله عليك. والله أنت ما تدري عندي مواهب كثير. ما شاء الله. كل حاجة أعرف أسوي. تفضل قول لي إيش الموهبة الثانية. الموهبة الثانية اللي أعرف أقول المقولات. ما شاء الله تبارك الله، يعني أنت كاتب مقولات وتقول شعر ونثر؟ لا. بس أحفظها. طيب تفضل. يعني زي كذا. من جد وجد ومن زرع حصد. طيب يعني ايش اسوي لك يعني ماني فاهم. ما ركزت كيف قلتها انا. الاحساس. فين احساس؟ قلت من جده وجده من زرع حصد. فين التكنيك الركوزات المنطق يوم اني نزلتها من قلبي يعني توصلها للناس في على يعني شوف ركز كيف الحروف تنزل. من جده وجد وانزرع يا ولادي حصل يا ولادي. ايوه هذه بس. طيب يعني ممكن يعني تروح. الموهبة الثالثة. لا لا هي موهبة ثالثة. انا عندي موهبة، تعرف لغة الجسد؟ انت إيه؟ تفهم موهبة إيه؟ لغة الجسد؟ ايوه الجسد. إيه تفهمها هذه إيه؟ إيه؟ اجل. طب دقيقة تقدر تنشر سنابي عندكم في البرنامج؟ حبيبي ممكن تتفضل؟ الله يا شيخ ينعلك. نعتذر منكم على اللي صار دوبو، عندنا حلقة رهيبة اليوم، نلقاكم بعد الفاصل مع سكتش الحلقة وخلوكم معانا. آه
اهلا وسهلا بكم اعزائنا المشاهدين في برنامج حوار مع مؤثر. اليوم جبنا لكم ضيفين مميزين. الضيف الاول معانا الاستاذ البروفيسور عفوا البروفيسور شريف. اهلا اهلا استاذ شريف. اهلا بروفيسور. والضيف الثاني معانا مفاجأة الحلقة اللي شرفنا ونورنا اليوم اللي ولع هاشتاج البرنامج. اول مرة هاشتاج البرنامج يوصل ترند. مشهور سناب شات العظيم وخفيف الدم طنبوق 2000. يعطيك العافيه والله استاذ طنبوق، هذا شرف انك تواضعت وسبت مشاغلك وجيتنا والله شكرا. الله لي الشرف اني اكون معاكم، وبعدين يعني كانت عندي اشغال كثير بس قلت لازم اني احضر معاكم. هذا يعني طبعك دائما متواضع، الله يسعدك. الله يعني طبعا كمان البروفيسور يعني ما نهضمه حق له مكانته يعني عشان ما يزعل. ولا على فكرة أنا طلبت الموية، جابوا لي الكاسة فارغة. جيبوا له موية، إذا فيه وإذا ما فيه مو لازم. الآن عندنا سؤال الحلقة، عندنا موضوع مهم جدا. عندنا كيف نصل بإبداعنا للعالمية؟ العالمية صعبة قوية. لا بالله قلت لك ضحكني يا اخي ما اقدر ايش اسوي كمين معلش كمل كمل. الله يسعدك. والله طبعا كل الأندية على راسي، كل الأندية على راسي، ودائما نقول لا للتعصب، لا للتعصب ولا للمخدرات، وكلنا شعب واحد ووطن واحد. والله يسعدك. واهم شيء اهم شيء اهلك، أهم شيء أهلك، أمك وأبوك وأخوانك، وإنك تكون حريص. الله يسلمك. والله يا سلام، يعني أنا أهنيك والله يعني أستاذ طنبوق، يعني خفة دم وكمان نصايح يا أخي والله العظيم. يعني أنا نفسي لو علي أكمل الحلقة كلها معاك والله أستاذ طنبوق. الله يسلمك. بس يعني عاد البرنامج له شكل معين وإحنا مجبرين يعني، فاعذرني والله بعد إذنك لازم. بعد إذنك لازم نسأل يعني بروفيسور شريف عشان نوازن الحلقة. بس بروفيسور شريف عندنا سؤال هنا يقول لك كيف تستطيع أن تكون سفير للوطن؟ والله يعني تقدم في الخارجية، تقدم في الخارجية وإن شاء الله يقبلوك. يعني ما أدري إذا فهمتها، يعني سفير خارجية وزارة. لا ما نستهبل هنا، نكلم من جد. إحنا خش خش، قاعد أسألك سؤال جاوب. طيب ليش هو يمزح وأنا لا يا أخي؟ كيف تكون سفير للوطن؟ والله أنا أشوف يعني أنك تبدع في مجالك، ويعني هذا شيء طبعاً ما يجي في يوم وليلة. أنا درست وتعبت، درست في كاليفورنيا وتعبت ووصلت لمراحل متقدمة، أصبحت من اللجنة التي صاغت رؤية سنغافورة. كلنا يعرف أين كانت سنغافورة وأين أصبحت اليوم في ركب الحضارة. طيب أستاذ طنبوق أنا بسألك سؤال. لا لا لو سمحت، أنا لسه ما كملت البارت تبعي. والرسالة هي أنك لما تبدع واسمك يطلع فبالتالي اسم بلدك يطلع. أما أنك تقعد تتمالح وتتمسخر في سناب شات كالمجنون فهذا شيء هراء، مع احترامي طبعا للأخ طنبوق، لكن أعتبي عليك أنت كإعلامي، المفروض أنك جايب عالم أو باحث ليستفيد المشاهد الكريم. وش يستفيد المشاهد يوم انك وش يستفيد المشاهد يوم انك تقعد تروح تزبط سنغافوره؟ وش الفائده؟ هذا لاني سفير حقيقي. والله يا تقعد تزبط بلدك احسن، وانا بعدين عندي متابعين، عندي متابعين 4 مليون، عندي متابعين في السناب وكلهم يقولون انهم يعرفون السعوديه انهم خفيفين دم مني. انا عندي كوميديا والحمد لله حتى انا. وش تحسب؟ على فكره من السهوله بمكان انك تضحك الناس. لا من قال؟ من قال انها مش سهولة انك يلا قل لي نكتة؟ اتحداك تقل لي نكتة، ترى مو لا تقول حق وزارة الخارجية هذه. قل نكتة. لا 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 البركة فيك ما شاء الله، يلا طلع جوالك وصور لنا سنابات عن كيف تطبخ الضب نص اشتواء ونشوف ايش يصير. اول حاجة الشجرة المثمرة ترمي بالحصى، وثاني شيء انت ايش دراك اني انا اسوي كذا في السناب؟ وش دراك؟ هاي قل لي وش دراك؟ لا لا ليش توجه لي سؤال؟ انت المقدم ولا الاستاذ هنا؟ لا 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 عادي عادي الوضع حبي هنا، جاوب جاوب جاوب. ايش دراك انه في سناب قاعد يقول ضب؟ والله يعني انا
أنا أحيانا أتابع لأرى مدى الانحطاط اللي وصلنا له. يا رجال قم يا رجال. قال ليه ما قاعد معانا؟ ليه ما تروح تخترع أحسن لك؟ والله أنك صادق إني جالس أضيع وقتي مع واحد جاهل وطويل وأهبل وتافه زيك. أقول احترم نفسك يا استهدوا بالله يا شباب. استهدوا بالله استهدوا بالله. يقول علي تافه وجاهل. استهدوا بالله يا شباب. قم يا شيخ. ما يصير معليش. قم يا شيخ. أستاذ طنبوق معليش أنت العاقل. خليك أنت العاقل. هو إيش أنت العاقل؟ معليش أستاذ بروفيسور معليش معليش. إحنا آسفين. أعزائي المشاهدين خلونا نروح لفقرة رأي الشارع اللي نستقبل فيها مواطنين يشاركونا آرائهم في موضوع الحلقة. نأخذ أول مشاركة. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا تفضل. يعني والله أنا الصراحة ما أدري إيش أقول، بس يعني في مقولة تقول لك لا تجعلوا من الحمقى مشاهير، وشتان ما بين البروفيسور العظيم هذا والطويل المشهور الأهبل هذا. وعتبي هنا يقوم عليكم أنتم أصحاب البرنامج، لماذا تستهدفون هذول الشباب لرؤية المجتمع والجمهور وأنتم تبعثون في المجتمع فسادا ودهرا وعدسا؟ ولا إله إلا الله وسبحان الله ونعم الوكيل، ولا حوة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا خطب احترم وجهة نظرك، انا احترم، لكن بس احنا هنا نحب يعني ننوع في الأفكار والشخصيات. شكرا شكرا لمشاركتك. هذا شكلها أخوه. رجال يا رجل قدرك لا تضحكني، أنا ما أقدر كل ما أشوف رجال. أستاذ طنبوق، أستاذ طنبوق قلنا كيف انشهرت؟ والله يا طبعا هذا السؤال ده توجه للمتابعين. نعم الله يسلمك. بعد توفيق الله وثم دعاء الوالدين وهذا، اتوقع اني اشتهرت بعد الحركه الشهيره اللي اطلقتها في السناب. والله يا انها انشهرت. ها انا سالت السؤال لمغزى، ابغى اشوف الحركه. انا والله احبها من اشد المعجبين. اسوي الحركه، اسوي امام المشاهدين عشان يعرفون. اسوي اسوي من عيون اسويها. والله يقول لك كل الناس في الشارع انتشرت مره. والله شرفتنا والله على راسي. طيب ناخذ مشاركه ثانيه. السلام عليكم. عليكم السلام يا اخوان. تراكم امتحنتم امنا، كل ما انتشر مقطع عفوي تقعدوا تفلمون على الناس. يا خلي الناس تنبسط يا اخي. بعدين انت ترى انا بخش سناب بقعد اتابع طنبوق اجل بتابع اختراعات جدك. امتحنتم امنا بوجهك، هذا كانك مدرس جيولوجيا. يا اخي تراك ليش قاعد هنا؟ لا ما تروح تخترع. ها التلفزيون ترفيه وانت مل، يعني ما ينفع تجتمع مع بعض. امتحان جد جد درع. عصفور واحد. وانت يا طنبوق والله انه يعني في الاستراحه وديوني العيال يثنون عليك، وانت اسطورتنا وانا من اشد متابعينك. والله يسعدك ولا يهمك احد، وزي ما يقول ذاك المثل الشجره ما يرمي الحجر الا مرتين في الاسبوع. الله يوفقك. الله يسلمك. الله يحفظك. وانت يا شريف بس حاب اقول لك شيء واحد. تعال باقي اسالك سؤال. لا خليه يروح. بعدين اذا طالما في عينات من التافين هذولي والله عمرنا ما نتقدم في ركب الحضاره. وللاسف اللي يشجع مثل هذه العينات امثال طنبوق وامثالهم من التافهين والمشاهير. الله يعمينا الله يعمينا يا رجال. أعزائي المشاهدين خلاص أين ننهي حلقتنا؟ يعطيكم ألف عافية، نشوفكم الحلقة الجاية. لا 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 يا شاكر لا معلش لحظة يا أخي أهدي أعصابك. بس بأخذ معك صورة، الأولاد يحبوك في البيت. الأولاد يحبوك في البيت والله. معلش سوي الحركة حقتك هذه. والله سوي. والله انها جيدة. الله يسلمك. اهلا فيكم مرة ثانية. فقرتنا الان هي البرزنتيشن، هذه الفقرة الثابتة في برنامجنا اللي نستضيف فيها كوميديا يقدم لنا عرض تقديمي لحل مشكلة الفقرة. موضوع فقرتنا اليوم هو كيف تصبح مشهورا، ومعانا اليوم لتقديم العرض الكوميديا الفنان محمد الفرة. آه
اهلا وسهلا يا جماعه، مع حضراتكم صبر ستيبس، وبالنسبه للناطقين بغير اللغه الروسيه يعني صبري خطوات. مش خطوه واحده ولا اثنين، دي خطوات تقدر تعتبرها رحله. رحله النهارده عنوانها الشهره. اغلب الناس بتفتكر انه موضوع الشهره ده موضوع صعب، لكن في الحقيقه على الاطلاق تماما الموضوع سهل، اسهل من انك تراوغ ياسين حمزه. والشهره سهله جدا لدرجه ان هي بتشبه هيفا وهبي بالضبط، وزي مدينه روما تقدر توصل لها باكثر من طريقه. الطريقه الاولى هي المقالب، انت تروح لحد مشهور تتصور معه وتمقلبه، لو ما فيش روح لحد من اصحابك، لو ما فيش روح لحد من اخوانك، لو ما فيش روح لامك. ودايما خلي خيار الاب خيار اخير عشان ما تبقاش انت المقلب. طبعا ممكن يطلع حد فتك ويقول لي بس انا ما عنديش حد مشهور وما عنديش اصحاب وما عنديش اخوات وما عنديش ام. هقول له يا ابني اعتقني لوجه الله، انت محتاج عيله تتبناك، ايه الوحده اللي انت فيها دي؟ الطريقه الثانيه طريقه طبعا بتبتعد تمام البعد عن الطريقه الاولى، ابعد من العالميه بالنسبه لنادي الهلال. اسمها طريقه خالف تعرف، خالف الناس في لبسك، في تصرفاتك، بس ما تتصرفش زي ده، اصل ده بيعمل ريحه مش حلوه في الشارع. طيب المدرسه دي طبعا ليها فطاحلها، مثلا عندنا ليدي جاجة من اشهر الناس اللي بتخالف الحاجات. وانا بتجول في النت قدرت الاقي بعض الموديل العرب اللي بيتبعوا مدرسه ليدي جاجة، موديل اهو قد يعرفه البعض باسم حمزه جمجوم. كل الناس او اغلب الناس بتجيب خروف العيد تقطعه تشويه تقليه. حمزه الوحيد اللي جاب خروف العيد ولبسه. وما تقلقوش، حمزه فاتح خط نباتي بالنسبه للناس اللي بتفضل الاكل الصحي. حمزه مختلف لدرجه انه هو بيعامل نفسه زي الصاله اللي امه كل ما تزهق بتضربها بويا. وده بياخدنا للطريقه الثالثه اللي هي طريقه قديمه جدا اسمها طريقه سرقه الكادر. والاسطوره بتقول انه من اصل كل 10 صور في النت الفريان بيظهر في 9 منها، والعشرة لو عملت عليها زوم هتلاقيه برضه، والحلقه دي لما تنزل هيبقى واقف ورايا هنا بالظبط. الطريقة الرابعة هي طريقة غامضة الصراحة، ما قدرناش نفسرها بتفسير معين غير انك انت تبقى فرخة. الطريقة دي ما فيش حد بيخوض فيها كتير، هو واحد بس في العالم هو اللي بيخوض فيها، الخليل كوميدي. الخليل كوميدي مسؤول عن انتاج كمية من البيض اكتر من اللي بينتجها ديك محبوس مع 4 فرخات مطلقات. طبعا والخطوات دي كلها هتفشل لو ما فيش استمرارية. الاستمرارية هي اساس الشهرة. كلنا شفنا النجم محمد رمضان وهو بيموت في الأسطورة، لكن هل استسلم؟ هل ترك السعي من أجل الشهرة؟ أبداً، قدر يرجع وفي نفس المسلسل بشخصية ناصر الدسوقي ويفشخهم كلهم، وقدر بعد جهد جهيد يوصل السكسي باك بتاعه لكل المشاهدين في كل حتة. أتمنى تكونوا استمتعتوا معايا. صبر ستيبس يا أخواننا. أهلا فيكم من جديد، حلقتنا اليوم وصلت لنهايتها، لكن قبل ما نروح راح نترككم مع فاصل كوميدي نستضيف فيه كوميديان يقدم لنا عرض ستاند اب كوميدي. رحبوا معايا بالكوميديان اللي راح يكون معانا اليوم، الفنان عبد الرحمن زبيلة. يعطيكم العافية. السلام عليكم يا اخوان، كيف حالكم؟ طيبين؟ مين عنده هنا اولاد؟ في احد عنده اولاد؟ الاولاد شيء جميل، جميلين الاطفال صح؟ كلنا نحب نصور اولادنا صح؟ كده نحب نصورهم كده ننزلهم في انستغرام ننزلهم في سناب، بس كيف يصير البروسيس حق التصوير؟ يكونوا الاثنين جايين يعدوا، فتيجي الام تقول لهم تعالوا يلا شكلكم حلو يلا اخذ لكم صوره، تيجي تبي تصورهم الولد تسوي الصوره كده تقول له لا يا بابا ابتسم عشان تطلع الصوره حلوه. اوكي حبيبي يلا تصور، تلاقي البنت تسوي زي كده. لا يا ماما خليكي زي اخوكي، تصور مره ثانيه يطلع الصوره غلط، مره مرتين ثلاثه كل مره يسوي حركه، تبدا الام تتوتر. اوقفوا زي الناس، ابتسموا، خلونا اصور نخلص. طبعا يكون عدى نص ساعه يبدا يشتغل ضرب الى انت توصل تلاقي الولد شكله زي كده يلا ابتسم وتاخذ الصوره. والله ما ساعة كل يوم الفيلم ده يصير عندنا. مين يحب الافلام المرعبه غير البنات؟ البنات طبعا انت تحب الافلام المرعبه، الله يهديك. الافلام المرعبه غبيه تمام. ليش انا اقول لكم ليش غبيه؟ دائما الافلام المرعبه نفس الشيء، كلها نفس الافلام كلها نفس الشيء. هم كيف يقنعوك ان تخوف؟ ظلام، دائما ظلام تمام. ولما يعدي مثلا قال لك الشبح ولا شيء، اللمبات تغمز، ايش دخل ام الكهرباء في الشبح؟ انا ماني عارف.
والله ما له علاقه فاهمي، سالب الشباح والكهرباء مو في بعض ما انت داري. فيعتمدوا دائما على الاصوات وعلى الاضاءه، فتلاقي دائما اي فيلم عادي ينفك الباب ينسك تلاقيه زي كذا على طول. الفيلم مرعب لا كيف ينفك الباب زي كذا تلاقيه ينفك زي كذا. ايش هذا فاهم؟ وبعدين اقول لك دائما الشخصيات حق الافلام المرعبه دائما في تنوع في الشخصيات، فيحط لك مثلا واحد خال، واحد بنت فاجره، واحد ولد حليوه، وواحده بنت كذا عاديه عارف هي البطله تطلع في النهايه. ودائما في الافلام المرعبه اول واحد يموت الخال، يعني ايش قصدهم؟ ما ينفع اكمل لاخر الفيلم والله، وبعده البنت الفاجره والولد الحلو يضيع، وفي النهايه يلاقي البنت. كل الافلام المرعبه نفس الشيء والله. ودحين بطلوا من الاسلوب ده خلاص، صاروا يجيبوا بزوره عشان يفجعوهم مره واحده وخلاص. مره فتحنا مشروع انا وواحد من خيلاني في سوق الخالديه، احد يعرف سوق الخالديه؟ محل جنزات هي حق الخدم، ما حد يروح الا الخدم، محل معفن. كنا نشتري القطعه من البلد ب 80 ريال نبيعها ب 90 ريال، ما نعرف نشتغل بياعين بله فاهم. فالمهم في يوم كذا في العصريه في رمضان وانا صايم، جتني واحده زبونه، المحل حق رجال اصلا، بس جتني واحده زبونه، لو سمحت كم القميص هذا؟ في قميص كذا معفن عارف شفاف، ما ادري مين الرجال اللي يلبسه. بكم هذا القميص؟ قلت له 80 ريال اختي. قلت لا والله مره غالي ما ادري ايش، تكفى رخص لي والله اصير صديقه المحل. كذاب هي بتفقع اصلا عارف. المهم قلت له طب خلاص 70، هو اساسا سعره 70 اشترينا احنا عارف. لا والله غالي ما ادري ايش. طيب 60. لا والله المهم وصلنا 45 والله اخذته 45 مشيت. فانا دقيت على خالي هو اللي مسوي المحل. الو ايه عبد الرحمن، ايه خالي، اقول لك عارف القميص هذا؟ ايوه الشفاف ده المعفن حق الخكري عرفته؟ ايوه. بعته ب 45 ريال. قال لا طيب بسيطه. قلت له ايش في؟ قال لي انا بعته ب 25. هذا كان وقتي معاكم، يعطيكم الف عافيه.